كلامك في النقطة دي كنت مأخر السؤال، بس انت حضرتك بقى فتحته لي بدري، لانه خلينا نعترف كان في مشكلة وكان في أزمة واختفى فيها اتحاد الكورة وتولاها دكتور أشرف صبحي بالكامل، والبعض كان بيشكك صلاح جاي مش جاي، جاي مش جاي، وحدوتة وقصة كيف انتهت هذه المشكلة، والعلاقة ازاي ماشية في الفترة دي؟ لا، العلاقة فوق الممتازة، فوق الممتاز، فوق الممتاز. نعم. ويعني انا ما كنتش حاضر، نعم، اول لقاء في الفندق هنا في القاهرة، نعم، ولكن لقاء جي ودي، وهو هو عمل نفسه اللقاء من غير اي ترتيبات، نعم، وكان الامور اكيد ما فيش حاجه خالص، وهو يعني احنا بنقول ما فيش حاجه، ولكن طبعا زي ما انت بتقول ان هي في حاجات برضو مش هنعرف نقول، انما او ما فيش داعي للخوض فيها طالما الموضوع اتحل يعني، انما الموضوع محلول والموضوع كويس جدا. وصلاح بيتعامل بروفيشنال، واحد لعيب محترف بروفيشنال بالظبط. نعم. كده كابتن حسام ادى مساحه من التقدير لمحمد صلاح. نعم. فالاثنين الحقيقه، وكابتن ابراهيم حسن برضو، نعم، الاثنين ساعدوا بعض. والدنيا مش كويس قوي، وكل واحد مدي التاني مساحته بمنتهى في تقدير، في تقدير من الناحيتين. وده انعكس على ان الروح كانت كويسه. محمد صلاح بيقود الناس وبيقود الفرقه امبارح، رغم كل الاجواء دي واحنا مغلوبين، عمل جول عالمي يعني، صحيح، واخد بالك، وكان هيجيب جول كمان. نعم. فاحنا انا شايف ان كل ما الدنيا بتقرب وكل ما الفرقه بتلعب مع بعض اكتر، نعم، كابتن حسام حتى لمساته هتبان مع الفرقه. الفرقه مع بعضها مع المدير الفني الجديد كله ما هم ملحقوش طبعا. فانا يعني انا متفائل ان شاء الله ان كلنا متفائلين، حسام وابراهيم عفوا نجمين كبيرين يعني، اسماء كبيره جدا في عالم كره القدم، ومعروف طريقه شغلهم وعملهم، هما بيحبوا المعسكرات، بيحبوا الوقت الطويل، بيحبوا كمان يكونوا مقدرين يعني. هل انتوا بتعاملوهم كنجوم ولا خلاص دول بقى مدربين المنتخب وقصة بقى امر واقع؟ نمرة اتنين، طلبهم المستمر، وكان حقهم على فكرة في الفترة الاولى انه يبقى في فترة اطول للمعسكرات من اجل الاستعداد للمباراتين اللي كانوا همتين جدا في بداية مشوارهم. اصلا هقول لك حاجة، احنا بنقول لا صوت يعلو فوق منتخب مصر. نعم. هم الحقيقة طلبوا حاجة مش بعيدة يعني. هم قالوا احنا لسه الماتشات الاولانية دي كانت ماتشات ودية. نعم. وكان مش كل الفريق موجود، كان في، نعم، يعني ناس محترفة مش موجودة، فان هو يطلب يومين ثلاثه زياده، لان هو، نعم، في الاخر قاعد اتكلم، انا مش معقول اخد فرقه اتمرن بيها يومين والعب مع كل الحق. فالحقيقه كان عنده حق فعلا. نعم. واحنا ادينا له الفرصه دي، والانديه تجاوبت معانا، سواء الاهلي او الزمالك كله تجاوب. حصل مشكله من الاهلي زي ما كانوا بيقولوا ولا الكلام ده كان لا غير صحيح؟ لا لا غير صحيح خالص. لا لا خالص. نعم. لا لا، فبالعكس يعني كان في كان في يعني، نعم، تفاهم نعم، عادي خالص يعني. فاحنا بنقدر طبعا ان هم عايزين يلموا الفرقه في اكتر، نعم، وقت ممكن، واديهم مساحه، وده بيبان حتى انت لو شفت الاداء بيزيد. بتزعجكم شويه تصريحات حسام ابراهيم بعد المباريات او قبل المباريات، ولا شايفينه ده امر طبيعي، ولا بيكون نوع من انواع الحماس الزائد شويه وبيتم تفسيره بشكل خاطئ؟ لا، هو سواء كابتن حسام او كابتن ابراهيم هم ناس متحمسين. نعم. الناس فاهمه كده والناس مقدره كده. وهم عايز اقول لك امبارح بعد المباراه دخلنا اوضه اللبس مع اللعيبه. نعم. عايز اقول لك دخل حي اللعيبه وسقف لهم وسلم عليهم واحد واحد، يا جماعه احنا كسبنا واللي جاي احسن، وانتوا هتتاهلوا، انتوا لان انتوا جيل يستاهل. طريقته مع اللعيبه الحقيقه يعني بسطتنا كلنا امبارح. طيب. يعني حضرتك بتؤكد ان العلاقه بين صلاح وحسام او بين حسام وصلاح الاثنين اخوات الصغيرين يعني اكتر من رائع، لكن برضو امبارح انتشرت شائعه انه مصطفى فتحي واقف على الخط وخلاص هينزل، ولكن صلاح رفض الخروج. انت حضرتك موجود في المدرجات وموجود قريب من الفرقه وموجود في اوضه اللبس، احكي لنا اللي حصل. ما حصلش. لا لا خالص ما حصلش. هو الفرقه بتسخن كلها، لا، كل الاحتياطي بيسخن في النقطه دي. لا، في كان ناصر، كان ناصر ومصطفى وخلاص، على والحكم المساعد هيرفع بالتغيير، واثنين راحوا والموضوع مشي عادي خالص، اتكلموا هم ومع بعض صلاح وحسام. عادي خالص يعني. قال له عايز تخرج؟ قال له لا. قال له يعني كمل خلاص. ما كانش بيغيره، وكان زي التشاور. لا، بس مصطفى كان واقف. ما كان واقف، بس الكلام ده لو مصطفى قاعد على الدكه ولسه ما خدتش ثواني. نعم. ما خدتش ثواني. انا ما حسيناش بيه خالص يعني. انا ما خدتش بالي على يعني. هو سأل صلاح عايز تغير؟ صلاح قال له لا. فراح مكانه يعني. الفكرة ان هي الموضوع ما كانش
في اي مشكله خالص يعني. سواء من هنا او من هنا يعني من امبارح ما فيش مشكله لا خالص. احنا ما حسيناش بيها نفسنا احنا احنا كنا قاعدين انا والاستاذ جمال علام في المقصوره ما خدناش بالنا ان في حاجه احنا بعد ما روحنا لان حد بيسالنا يا جماعه احنا ما شفناش حاجه يعني احنا ما خدناش بالنا من حاجه خالص يعني اذا بتاكد انه ما كانش في مشكله وان الكابتن حسام خير محمد صلاح تكمل او تلعب فقال له لا انا هكمل وبعدين هو الكابتن حسام عايز يكسب طبعا يعني محمد صلاح يعني مش عايز كلام طبعا خليني اسالك لانه انا فاكر ابراهيم حسن اول ما مسك المنتخب كان اشتكى من اللائحه الماليه وقال دي شكوه اللعيبه وانه نقل لكم هذه الشكوى هل فعلا غيرتوا اللائحه هتتغير ولا بتتغير ولا تغير اللائحه واتعمل فيها تعديلات واللائحه بقت لائحه ممتازه وهي كان الاول من الاول كمان معمول لائحه كويسه اتزودت فيها حاجات وطبعا عايز اقول لك اللعيبه صرفه كمان كل مستحقاتها اول باول يعني اول باول مدينهم المكافآت لحد اخر مباراه اعتقد ما عدا مباراه امبارح بس والقبلها بوركينا طبعا دول كلهم كانوا في الاسبوع اللي فات كل حاجه مصروفه والناس يعني هسالك بجد يعني في صداع بيحصل لكم يعني مثلا امام عاشور وخروجه مباراه بوركينا وبرده الدنيا قامت ما عادتش ما سلمش على الكابتن طارق سليمان وقصه وحدوته واللي طلع دافع عنه الجهاز الفني يعني الكابتن حسام اللي طلع دافع والكابتن ابراهيم اللي طلع دافع زيزو ومش مؤثر مع المنتخب مع انه الشوط الثاني كان مفتاح مهم جدا في المباراه وادى وامام لما نزل شقلب المباراه وناصر ماهر رغم انه لعب 5-6 دقائق بس لكن بشكل رائع لكن بتوقف عند امام عاشور وزيزو هل عامل لكم صداع في المنتخب لا خالص امام انا عايز اقول حاجه امام شخصيه جميله جدا قوي انه حماس غير عادي والله يعني انا ما انساش امام واحنا في ساحل العاج بيسخن قبل التمرين الدبل كيك اللي بيعمله نزل على دماغه انا عايز اقول لك امام كان خلصان انا هو حكى لي احنا طلعنا بعربيه الاسعاف وكان معاه الدكتور كان معاه الدكتور محمد ابو العلا برضه لازم اشكر الدكتور محمد ابو العلا يا جماعه دكتور عظيم الراجل ده دكتور عظيم يعني بصراحه عظيم لازم الناس تفهم عظيم قيمه هذا الدكتور نعم راجل على مستوى عالي جدا احكي لي الكواليس بتاعت اصابه امام اللي كانت في كنت بقى دكتور ناصر الخيل اول مره دكتور محمد ركب معاه انت كنت موجود ساعه ما اتصاب بيلعب دبل كيك كده في احنا انا كانت عندي اللقطه هو خدناه على طول دقيقتين واحنا في الملعب لقينا ما بينطقش خالص فدكتور محمد برضو ابو العلا راجل قال ده في ثانيه لازم يطلع جبنا العربيه الاسعاف كانت معانا كانت موجوده رجعنا طلعت وراه سبت التمرين سبت التمرين وطلعت وراه بالعربيه اللي كانت معايا نعم وعايز اقول لك كنت انا وحازم امام بقينا طايرين بالعربيه بيحكي لي بقى ان جوه العربيه من الملعب ده الدكتور محمد من الملعب للمستشفى كان مسافه برضه لدرجه ان في اخر دقيقه كان في خلاص على وشك يعمل صدمات قال لي جهاز الصدمات كان في ايدي قال لي انا كنت بهر جهاز الصدمات كان في ايدي ما بيتقش فدخلنا على طول المستشفى على عمليه مركزه اتعمل له ام ار اي على المخ اتعمل له كل حاجه قالوا الحمد لله اطمنا على طول الدكتور محمد كان معاه على طول فطلع اطمنا وخلاه اول حاجه برضه في تصرف ان هو كلم اسرته قبل ما يسمعوا الخبر من بره حلو يعني فدي كانت حاجه لافته برضو كويسه وامام بقى تاني يوم بدري احنا انا يعني نزلت قلت عايز اروح بقى نفطر ونروح على طول نشوف ايه ونجيبه لقيته في الاوتيل موجود عايز اتمرن جه وبعدين طالع انا عايز العب يا ابني فاقول لك انسان جميل وعنده الحماس وعنده اذا لا توجد مشكله مع زيزو لا ولا زيزو يا جماعه الدنيا انا عايز من اللعيبه الملتزمه المنضبطه المحترمه الجميله ملتزم وما تسمعلوش صوت جدا يعني وفي حاله نعم يعني يمكن امام بيقعد يهزر وبتاع انما زيزو حتى ساكت فاللعيبه وعايز اقول حاجه برضو اللي انا سمعته بقى من كابتن حسام وكابتن ابراهيم ايوه قبل ما نسافر واحنا في التمرين في استاد القاهره ايوه بيقول لي الجيل ده ناس محترمه قوي اللعيبه انا معاك ناس كويسين جدا وده سمعته برضو من وليد بدر المدير الاداري بيقول لي اللعيبه دي ناس محترمه جدا يعني انا اتبسطت ان ايه ان ده اول انطباع سواء من هنا او من هنا فحاجه يعني بتخلينا احنا بقى اهل ده صحيح
طالما انا بنهدى يعني هنهدى امتى في ازمه فيتوريا؟ يعني قصه خلصت بشرط جزائي وبعدين فوجئنا بالفصله والضمه والمش عارف ايه، وبعدين في الاخر الراجل طلب بشرط الجزائي بالكامل، وعندي معلومه يعني مش هقولها لك بس اما اخد اجابتك الاول. بص احنا الثلاث عقود بتوع المساعدين بتقول ان في شرط جزائي. نعم. وهو لو بصيت في العقد نعم تمشي كده وتمشي كده، بس أيه. هي بديهيا لازم يبقى فيه شرط جزائي زيه زي بقيه العقود، يعني مش هنضحك على نفسنا يعني. ماشي. بس ممكن بقى في الناحيه القانونيه تدخل في قصص. أيه. ناس يقول لك اه وناس يقول لك لا. ولكن احنا بصينا ان الراجل فعلا احنا كان في نيتنا نقول له شرط زي نعم. كل العقود نعم. يعني انا عايز اقول حاجه برضو في الحته دي تحتها ان عقده مش مبالغ فيه. وعقده مش كصيغه بياخد كام يعني؟ كان 180,000 دولار. 180,000 والمساعدين بالمساعدين بكل بالمساعدين كله يعني, آه كل. يعني اقصد يعني العمليه كلها مش اكتر من مدربين كتير جم قبل كده سواء حاليا الانديه بيحصل او غير الانديه حتى في المنتخبات يعني اللي كان قبله كان لا كيروش كان مرتبه حنين، لا مش كيروش اللي قبليه كمان كوبر كوبر زاد كوبر وصل كاس عالم وكده نعم. يعني انا بقصد عشان الناس ما تظلمش برضو حازم امام ان لازم ده حد محترم جدا يعني الناس ما تظلموش العقد الطبيعي جدا الشرط الجزائي بالعكس الشرط الجزائي ماشي. في شروط جزائيه بتقول لك ياخد بقيه العقد ماشي كان ثلاث شهور واتفقتوا ما بعتهمش ايه اللي حصل بقى؟ بعتناهم اتبعتوا خلاص؟ اتبعتوا من زمان امتى اخر مره بعت؟ اتبعتوا من اكتر من شهر وشويه هو عايز 60,000 دولار زيادة. هو دلوقتي الزياده دي مالهاش لازمه بقى يعني انا بتكلم ك حاجه فير بقى أيوه. لا انت العقد اتبعت حتى كان في كام يوم فرق اتعمل عليهم 12,000 دولار او حاجه كمان اتعملوا بالكامل على اساس ان احنا بنبص ان ايه الراجل مهما قلنا الراجل كان الحقيقه محترم يعني كان حتى في تعامله معانا محترم الراجل كان يعني سلوكياته وطريقته معانا وراجل على مستوى عالي جدا من الخلق وادى كتير فاحنا برضو ما ينفعش ان احنا نيجي طب ايه 60,000 دولار بقى اللي هو عايزهم؟ ما اعرفش المحامي بتاعه طالب 60,000 دولار ليه ما حدش فاهمهم يقول لك تعويض عن ما فيش حاجه اسمها تعويض بس لسه ما مضيتوش مخالصه نهائيه رغم ما فيش مخالصه نهائيه بس احنا حولنا عشان يبقى احنا حولنا في الميعاد المتفق عليه الميعاد القانوني واتفق معاه انت بقى عايز حاجه زياده دي احنا ما يعني مش هنعمل حاجه زياده مش هتقدروا تدفعوا ما ينفعش لا ما هتعملها تحت اي مسمى يعني احنا عملنا اللي الكتاب بيقول زي الكتاب بيقول العقل بيقول